السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي يبصر ويسمع، الحمد لله الذي يخفض ويرفع، الحمد لله الذي يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما يمنع، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، يعلم الأسرار ويقبل الأعذار، وكل شيء عنده بمقدار. يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للروح آمال تحققها سوى رضاك وذا أمضى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، من رحاب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جوار صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن آل البيت المباركين، نعيش اللقاء الثاني في الأسبوع الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة مباركة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، والذي حق علينا أن نقدم له شكرا واجبا جزيلا لهذه النقلة النوعية التي تشهدها وزارة الأوقاف المصرية إداريا ودعويا. نسأل الله الكريم أن يوفقه وأن يسدد خطاه والقائمين على أمر وزارة الأوقاف المصرية. أيها الأحبة الأكارم، لقاؤنا الليلة يأتي تحت عنوان الوقاية خير من العلاج. يحاضر في هذه الليلة المباركة الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة المصري، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف. يبدأ لقاؤنا بتلاوة للقارئ الشيخ يوسف حلاوة، ويختتم بابتهال للمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. يحضر معنا هذا اللقاء فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، ومجموعة من القائمين على وزارة الأوقاف بالقاهرة. كما يشرفنا بالحضور الحارس الأمين على التراث الديني في قطاع التلفزيون المصري الإعلامي القدير الأستاذ عبد العزيز عمران، بارك الله في مساعيه. أيها الأحبة الأكارم، الدين الإسلامي يريد أتباعه أقوياء الأبدان، أقوياء الإيمان، أقوياء الأمل، أقوياء العزيمة والإرادة، لأن هذه الأمة لن تبنى إلا بأجساد صحيحة وعقول مستنيرة وأفكار
مستقيما. أيها الأحبة الأكارم، القرآن الكريم خير ما سطر في السطور، وخير ما حفظ في الصدور، فيه الخير وفيه النور. من أراد الدنيا فعليه به، ومن أراد الآخرة فعليه به، ومن أرادهما معا فعليه به. وكان من هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يسمع القرآن من غيره، فقال يوما لابن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. هيا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد، إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف حلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل وما خلقنا السماء الجميل.
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم جناحك للمؤمنين وقل كما أنزلنا على المقتسمين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما وأعرض عن المشركين
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. استمعنا أيها الحفل الكريم إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ يوسف حلاوة، ونحن هنا في رحاب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نعيش اللقاء الثاني من الأسبوع الثقافي الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية برعاية كريمة من صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري. لقاؤنا تحت عنوان الوقاية خير من العلاج. قال علماؤنا: السلامة لا يعدلها شيء، والعاقل ينأى بنفسه عن مواطن الأذى والضرر. تحت هذه القاعدة وهذه النصيحة الوقاية خير من العلاج، يحدثنا طبيا الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق. أنا طبعا بشكر المسؤولين عن هذه الندوات، وبشكر معالي وزير الأوقاف، لأن فعلا في نقلة نوعية في التوعية بقضايا المجتمع ويمكن القضايا الطبية، ومن أهمها موضوع الوقاية هو خير من العلاج. فعلا هذه المقولة يمكن بقى لها 1500 سنة يتم تداولها، ويمكن زي ما حضرتك قلت، هو ايه معنى الوقاية؟ ايه فائدة الوقاية؟
الوقاية السبب الرئيسي هي عبارة عن مجموعة نشاطات تراكمية بحيث أن هي تحافظ على الصحة البدنية والعقلية والجسدية للإنسان. يمكن بنقسمها إلى أنواع كثيرة، الوقاية دي هي أنواع كثيرة تعتمد على نوع الأمراض نفسها. على سبيل المثال إحنا بنقسمها إلى نوعين كلكم عارفينه. النوع الأول هو الأمراض السارية، الأمراض المعدية، أي مرض يتم انتقاله بواسطة جسم ميكروبي أو بيولوجي فبنسميها أمراض سارية أو معدية. الأمراض المعدية أو الأمراض السارية يتم التعامل معها والوقاية منها على حسب نوعها وطريقة انتقالها. على سبيل المثال إحنا كلنا عارفين الكوفيد، عارفين الكورونا. الكورونا المصدر الرئيسي لانتقالها هو إيه؟ مصدر رئيسي لانتقال الكورونا نفس. عايزك لما تكح او تعطس انت بتنقل الفيروس ده 2 متر. واحنا ليه بنقول للناس ابعدوا عن بعض ايام الكورونا 2 متر؟ لان اقصى مسافه انا لما اكح او اعطس هوصلها لك الفيروس ممكن انقله لك لمسافه 2 متر. وليه نتجنب الزحام؟ لان كل ما زاد الزحام كل ما كان في اختلاط بنسبه الهواء او تنفسي انا مع اللي حواليا. فعشان كده بنقول نحط ماسكات. وده مهم ليه؟ لما اكون في مكان مزدحم زي كده وانا مش ضامن مين اللي قاعد جنبي او عنده ايه، فاحوط ان انا ابقي نفسي بهذا الماسك. غسيل اليد هو كويس وكل حاجه، ده نوع من انواع الوقايه بس لكل انواع الميكروبات مش بس الكورونا. فده مرض من الامراض يمكن عن طريقه الوقايه بحاجات بسيطه جدا وسهله واحنا كلنا عملناها. فالامراض المعديه يتم الوقايه منها حسب ما كان وسيله انتقال. في امراض ثانيه بنسميها الامراض الغير المعديه. الامراض الغير المعديه يمكن انا عايز اقول لكم نسبه كبيره شويه، ان احنا عندنا ثلث السكان في مصر عندهم امراض مزمنه. وربع السكان في مصر عندهم مرضين مزمنين، يعني اتنين مع بعض. مشكلة الأمراض المزمنة إن هي الوقاية منها يمكن أسهل من الأمراض المعدية. وخطواتها سهلة جدا، أول حاجة مثلا على سبيل المثال الوزن، حافظ على وزنك. كل ما كان الواحد وزنه كتير وكبير كل ما كان المشاكل أكتر. كل ما كانت جودة حياته أقل، الحركة أقل، أمراض تانية تيجي. الأمراض المزمنة مشكلتها إن هي لما المرض بيجي بيعزل أصحابه. هتلاقي واحد عنده سكر وعنده ضغط وعنده نقرس. فمرض بيعزل اللي حواليه، بيعزل إخواته. فأول حاجة نعملها هي الحفاظ على الوزن المثالي. الحاجة التانية برضه مهمة هي الرياضة والحركة. يعني إحنا برضه من الشعوب القليلة أوي في موضوع الرياضة والحركة. الرياضة والحركة دي بتعمل حاجات كتيرة جدا، من أهمها بتزود الكوليسترول المفيد. الكوليسترول اللي هو بيشيل الدهون اللي بتعمل تصلب شرايين بيشيلها من الشرايين. بمنتهى البساطه. ايه تاني؟ البعد عن الكحول والتدخين والحاجات اللي انتوا عارفينها. كل الحاجات دي هي عباره عن مشاكل بتقعد تتراكم الى ان تحصل مصيبه. الحاجه اللي بعد كده اللي احنا عايزين نعملها برضه هو الاكل. احنا بناكل كويس. لكن ما بنعرفش ناكل ايه. ايه اللي بناكله ويفيدنا ده ناقص شويه. يعني فيتامين د احنا عندنا يمكن من اعلى الدول اللي فيها نقص فيتامين د هي بلدنا. للاسف. وفيتامين د لقى ان هو له قيمه قويه جدا ومهمه جدا في المناعه. ما بناكلش خضار وفاكهه كتير. عندهم كتير يعني بس يعني السكر بتاعنا سكر كله في الشاي والقهوه. لكن السكر بتاع الفاكهه ما بيحصلش. مع ان هو ده المفيد. فاحنا في عندنا بعض العادات الغذائيه الغير مستحبه اللي المفروض تتغير عشان الجهاز المناعي يبقى كويس. ده حتى لقوا ان الفاكهه والخضار فيهم اسبرين بيقلل الجلطه بتاعت القلب. فاحنا الفكره كلها ان احنا محتاجين بس نظبط اكلنا، وزننا، نلعب رياضه، ونبعد عن المشاكل اللي هي التدخين او الكحول او خلافه. ونروح للدكتور كل شويه، مش نروح احنا نروح نكشف بس. نعمل حاجه اسمها فحص كده دوري. وكل سن ليه امراضه فده بندور عليه. كل ما كان اكتشاف الامراض بدري
كل ما يكون افضل، وكل ما علاجها هيبقى اسهل، وكل ما بقاش فيها ملهاش مشاكل وعواقب على البنات. فده باختصار كلمة الوقاية. احنا لو عدنا نتكلم على الوقاية، هي ايه الوقاية؟ هنقعد نتكلم السنة الجاية. كل حاجة لها مداخل في الوقاية بتاعتها، كل حاجة ليها تجارب وليها ادلة وبراهين، ايه اللي ممكن يفيدنا وايه اللي بيجبرنا. فعندنا حاجات كتيرة جدا، فلو انتوا عايزين تعرفوا حاجة عن اي مرض ممكن اقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تقينا منها. ايه؟ اتفضل. الانيميا. الانيميا بتيجي في سن معين، يعني هي بتيجي يا اما في نوعين من الانيميا. الانيميا دي يعني اما في نوع من انواع التخثر في الدم، يعني كرات الدم بتتاثر بعضيها، وده نتيجه عبء وراثيه زي الانيميا المنجليه وخلافه. الانيميا المنجليه والانيميا والثلاسيميا والحاجات دي كلها بتيجي من جواز القرايب في بعض الاماكن في بعض الدول. في انيميا ثانيه واسهل اللي هي نتيجه اللي هي نقص الحديد. وده بتحصل برضه نتيجه يا اما في ديدان في المعده او الامعاء، يا اما واحد بيبقى عنده نزيف مزمن شويه، يا اما عنده سوء تغذيه. كلها برضه ممكن الوقايه منها ان نختار الاكل فيه حديد. لان يكون فيه مفيش عندنا، لو في عندنا ديدان او حاجه نعالجها، فكل حاجه ليها مردودها. وده بيأثر بعد كده زي ما انت قلت موضوع الانيميا. هو ايه اللي بيأثر، ايه اللي بيعمل انيميا؟ يعني هو ايه المشكله لما واحد يبقى عنده انيميا؟ مجهوده يقل، انتاجيته تقل، لو قاعد بتذاكر مش فاهم حاجه، فعواقبها كتيره جدا. معناها انيميا في الاخر يعني هي تافهه جدا، لكن اللي بيذاكر مش عارف يفهم حاجه، اللي بيشتغل مش عارف يشتغل، بيتعب بسرعه، مشاكل كتيره جدا في العضلات ويمكن في القلب بعد كده. فحاجه بسيطه قوي جدا اهي، لكن لو وقيناها خلاص نضمن ان مفيش حاجه تانيه تحصل. نعم. الروماتويد للاسف، الروماتويد لغايه دلوقتي مش عارفين السبب الحقيقي بتاعه. احنا في بعض الامراض مش عارفين اسبابها. كل الروماتويد واخواته زي الذئبه الحمراء، ده عباره عن ان الجهاز المناعي بيضرب نفسه. الجهاز المناعي بتاع البني ادم بيضرب نفسه، وده يمكن نتيجه ان في جينات مختلفه شويه وفي تاريخ عائلي لهذا المرض. فده الوقايه بتاعته صعبه جدا، لان هي مش معروفه لغايه دلوقتي السبب. لازم عشان نعمل وقايه نكون عارفين الاسباب ورا الموضوع ده. الروماتويد لا، يعني لو قلت لك ان التهاب المفاصل العادي ده ممكن الوقايه منه. ان وزننا يبقى قليل، ما نشيلش حاجات تقيله، ما نشتغلش على الركب كتير، ده ممكن الوقايه منه. انما الروماتويد ده بنسميه مرض مناعي. مرض مناعي يعني جهاز المناعه بيضرب نفسه، بيضرب المفاصل وبعض الاعضاء التانيه الموجوده في الجسم. فده الوقايه منه صعبه جدا. ده مش روماتويد. لا ده مش روماتويد. انت عندك روماتويد؟ فانا بقول لك الروماتويد مشكلته ان هو ماشي اوكي انا صدقت. الروماتويد مشكلته ان هو الجهاز المناعي بيضعف نفسه. وحتى لو انت بتاخد ادويه هي كل ادويه عشان تثبيط المناعه. عشان تقلل الجهاز المناعي تقلله شويه. فده ممكن. ده كتير. ال دي ال او اللي هي بنسميها الكوليسترول الضار، وده اللي مسؤول عن التراكم داخل الشرايين اللي يمكن في القلب والمخ والبطن كمان. مشكله ال دي ال ان هو بيجي نتيجه ان الواحد دايما قاعد مفيش حركه، كميه استهلاك الدهون في الاكل عاليه، او ان هو يكون مليان مليان مليان. الحاجة التانية ان استهلاك بعض الانواع من الدهون بتزود شوية. احنا عندنا في نوعين من انواع الدهون، حاجة اسمها مشبعة وغير مشبعة. يستحسن استهلاك الغير مشبعة، لان دي ما بتحولش لل LDL او الكوليسترول الضار. فدايما نعتمد على الزيوت النباتية. الزيوت النباتية مش الزيوت المهدرجة. هتلاقي في انواع سمن كتير جدا في السوق، زيت اللي هو عباره كان زيت وبعدين سخنوه بقى سمن. ده خطر جدا. ده سبب رئيسي من اسباب ال دي ال فعلا. الحاجه الثانيه
لو حتى انا عندي دي ال 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 دي ال عالي انا ممكن ازود الحاجه المفيده الكوليسترول المفيد عن طريق الرياضه واحرق ال ال دي ال او الكوليسترول اللي هو الوحش ده عن طريق الرياضه. فالحفاظ على الوزن زي ما قلنا وبرده الرياضه زي ما قلنا والاكل هم ده الثلاثه ما عملناش حاجه ثانيه ما زودناش حاجه ثانيه. والواحد يكشف باستمرار لان معنى وجود ال ال دي ال عالي يبقى في مشكله بقى انا متوقع يبقى في مشكله بعدين. يبقى ابص بقى على القلب ابص على على الشرايين التاجيه ابص على في مشاكل يعني في الشرايين الاخرى ولا الاخبار اخبارها ايه الكلى اخبارها ايه الكلام ده كله لازم يتم التحقق منه. الضغط عالي ولا زي ما هو السكر زاد ولا زي ما هو الحاجات دي كلها مرتبطه ببعضيها كل حاجه مرتبطه ببعضيها يعني الحاجه لما بتبوظ بتبوظ حاجات ثانيه كتير. فكل مكان زي ما قلنا في الاول خالص الوقايه هي عباره عن حاجات بسيطه جدا خطوات بسيطه جدا بس احنا للاسف نعم. السكر عندنا نوعين من السكر ثلاث انواع عشان نبقى واضحين. في سكر بتاع الحوامل ده مش بتاعنا. في سكر تايب 1 او النوع الاولاني وده بيجي سنه قبل سن ال 40 سنه وده نتيجه ان في عيب او في مشكله فيروسيه حصلت في الصغر وهي اللي اثرت وعملت السكر. البنكرياس اتحرق. النوع الثالث من السكر اللي هو نوع 2 وده دايما يبقى فيه عندنا تاريخ عائلي للسكر. اول حاجه كده اول حاجه بنقول بص عليها هي التاريخ العائلي للسكر. الحاجه الثانيه طريقه الاكل التغذيه شكلها ايه. هو ربنا سبحانه وتعالى مديك شويه انسولين انت عايز تستهلكهم في سنه او تستهلكهم في 20 سنه انت وضمير. ممكن تخلص في سنه ممكن تخلصه في 20 سنه. فاللي عايز يخلص في سنه هيجيله سكر. اللي عايز يخلص في 20 يبقى يحافظ على نفسه وان الاكل بتاعه ما يبقاش فيه سكريات كتير يبقى فيه نسميها السكريات اللي هي المركبه ما ياكلش فيها كميات دهون كتيره يراعي على الرياضه وخلافه زي ما قلنا بالظبط هي نفس المعنى. انت ما تستناهم لا انت ما تستناش حضرتك انت بتعمل الكلام ده كلهم ليهم كلهم يعني ايه انا مش بستنى لما مرض يحصل لي. هو المرض لو حصل ما بيروحش. الامراض المزمنه للاسف بكل يعني بكل انواعها لا يمكن الرجوع فيها ما فيهاش رجوع. الامراض المعديه فيها رجوع يعني الواحد ممكن يجيله كورونا ويخف يجيله التهاب رئه ويخف لكن الامراض المزمنه ما فيهاش خفافان. فالوقايه بتاعتنا بتبتدي من البلوغ من سن 12 سنه وده طالع كده تراكميا يبقى ده الروتين بتاعنا. لكن ومش بعدين انا مش بركز على مرض واحد هي الامراض المعديه كلها حزمه يعني حتى السرطان يعني حتى السرطان كل الوقايه منه هي الطرق اللي احنا قلناها دي. حتى السرطان في بعض انواع 60% من انواع السرطان يمقي الوقايه منها بالخطوات اللي احنا قلناها بمنتهى البساطه. فالحاجه كلها هي كلها على بعضيها زي ما بيقولوا باكج. انا بعمل وقايه لكل الامراض مره واحده مش مرض واحد. طيب فاضلنا دي نعم والله هو القلب حضرتك هي المشكله كلها يعني هي في بعض الحاجات معينه ودي معروفه والناس عارفاها بتعمل مشاكل في القلب او بتعمل الجلطه او بتعمل قصور الشرايين بدايه كده اول حاجه فيها هي السمن. السمن اول واحده. الحاجه الثانيه ان يكون الكوليسترول اللي هو الجسم السيء عالي ان ما بلعبش رياضه وقاعد على طول ان انا يكون عندي تاريخ في العيله موجود ان الناس في حد في العيله خصوصا الاب والام كان جالهم جلطه او جالهم تطلع في العيله. فهي العمليه واضحه الوقايه ازاي؟ نفس الطريقه. ساعات بنستخدم لو كان لو كنا عندنا في تصلب شرايين واضح في ادويه بتتاخد عشان ما يحصلش جلطه بعد كده. فدي كلها برضه هي وقايه. لكن هي الوقايه عشان ايه؟ الوقايه يعني انا عايز اقول لكم مثال صغير خالص. ان على سبيل المثال في دول اعمار الناس زادت 8 سنين للرجاله و10 سنين للستات. طيب من ال 8 سنين دول وال 10 سنين هم زادوا ليه؟ عشان عندهم وقايه كويسه. طب هل هم عايشين اصحاء ولا عايشين تعبانين؟ انا على الساعه
عليه الصلاه والسلام. فكل ما كان الوقايه موجوده كل ما هتعيش الواحد يعيش بعد كده بصحه وجوده حياه احسن وما يشتكيش وما يبقاش زي ما بيقولوا حمل على حد وما يستحتاجش ادويه ولا علاج. القصه دي قليله جدا وفي حدود بسيطه. ولكن الواحد لو اهمل هيجي سن معين كل الكلام ده ابتدي يظهر بقى ونبتدي نروح لدكاتره كتير وادويه كتير ما نلحقش على المصاريف فالعمليه صعبه. فهي العمليه بسيطه بس محتاجه شويه عايزين نقول ايه يعني اراده. الفايده زي ما قلت لحضرتك اول حاجه هتعملها ان وزن حضرتك يبقى مثالي، مش مثالي يعني حافظ على وزنك ما تزيدش. الحاجه الثانيه حاول تتمشى عشان الرياضه والفوائد. الحاجه الثالثه لا تدخين ولا كحول ولا الكلام الفارغ ده. الحاجه الرابعه ان حضرتك بقى تعمل تشيك كل فتره شوف الدنيا اخبارها ايه. لو اشتكيت من حاجه اروح ابص بص. لو شايف ان انا عندي تاريخ عائلي على الكوليسترول بتاعي عالي اروح ابص عليه مش مشكله. حاسس باعراض كده ولا كده اروح يعني فاهمني. الاكل بتاعنا لازم يبقى فيه خضار كتير فاكهه كتير وحبوب. والسكريات اللي هي الصافيه بتاعتنا اللي بناخدها بالمعلقه دي نقلل منها على قد ما نقدر. الملح نقلل منه على قد ما نقدر. لان الملح مشاكله كتير حتى الملح اللي احنا بناكله عم بيعمل مشاكل كتير. يعني حضرتك الضغط العالي ممكن يكون سبب ملح. قرحه المعده الماء. مش عايز اقول لكم ان في بعض انواع الاكلات اللي فيها ملح كتير بتعمل سرطان معده. ففي حتى الملح اللي هو اللي انتم شايفين ان هو بسيط كتره مضر. فكل ما كانت العمليه فيها نوع من انواع التوازن كل ما يكون العادات الغذائيه كل ما كانت متوازنه ومتنوعه كل ما يكون وزن حضرتك يبقى مثالي او حافظ عليه. ما يبقاش فيه رياضه يتمشى. فكل الحاجات دي مهمه ومفيده هي هتقيل مشاكل كثيره جدا بعد كده. شكرا جزيلا واتمنى لكم الصحه والعافيه دايما ان شاء الله. شكرا. شكرا للاستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحه. ايها الاحبه الاكارم ونحن في رحاب صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحاب مسجد مولانا وسيدنا الامام الحسين بن علي رضي الله عنه وعن ال البيت المباركين نعيش اللقاء الثاني من الاسبوع الثقافي الذي اطلقته وزاره الاوقاف المصريه تحت عنوان الوقاية خير من العلاج. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الآن إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف ليتناول هذه القاعدة من الناحية الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله إمام وقدوة للمتقين. اللهم ربنا صل وسلم وزد وبارك وأنعم وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار الميامين. وارحم اللهم من جاء بعدهم واشملنا اللهم برحمتك معهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون نزلنا ضيوفا في هذه الساحة الطاهرة ساح مسجد مولانا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نزلنا ضيوفا في يوم طيب مبارك في مناسبة عزيزة مباركة هي مناسبة العلم ومناسبة الثقافة. ونتوجه في بدايتها بخالص الشكر إلى وزارة الأوقاف التي لا تني ولا تتوقف في إعداد ونشر ندواتها التثقيفية في المساجد بطول البلاد وعرضها.
وها نحن اليوم في هذه المناسبة نتحدث إليكم في موضوع مهم، ألا وهو موضوع الوقاية خير من العلاج. هذه الكلمة سارت مثلا، سارت مثلا بين الناس، وصارت من الصيرورة مثلا نردده كثيرا. حكمة بالغة، الوقاية خير من العلاج. في طول حياتنا وعرضها، في كل حركاتنا وسكناتنا، في سلوكنا وتصرفاتنا، الوقاية خير من العلاج. في أخلاقنا وفي تعاملنا مع الناس، الوقاية خير من العلاج. استمعنا إلى هذا الكلام الطيب من معالي الدكتور طارق نائب وزير الصحة، وهو يتحدث في الوقاية الصحية، وهذا أول ما ينتبه إليه الإنسان، وأول ما يذهب ذهنه إليه عندما يسمع عبارة الوقاية خير من العلاج، يعني في المجال الصحي. ده صحيح. استمعنا إلى حديث مسهب رائع عن الوقاية، وأنها ينبغي أن تكون من كل الأمراض. وأعجبتني نقطة أشار إليها معالي الدكتور، وهي أن الأمراض المزمنة لا رجعة فيها، يعني لا بد وأن نتوقاها، لا بد وأن نحذرها قبل أن نصل إليها، نعمل لها ألف حساب. وأنا آخذ هذه النقطة لآتي بكم إلى كل تصرفاتنا في الحياة. هناك مواقف، وهناك تصرفات، وهناك سلوكيات إذا وقعت فيها فلا رجعة منها، ينبغي أن تتوقاها، ينبغي أن تحذرها. ربنا سبحانه في محكم تنزيله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، انتبهوا، خذوا حذركم. بيان في أننا ينبغي أن نحذر، ولا يحذر إلا العقلاء. الإنسان خفيف العقل السفيه اللي يعني تستوي عنده الأمور لا يعمل لشيء حسابه، لكن العقلاء كما قيل: قدر لنفسك أو قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، يعني لا تخطو خطوة إلا إذا حسبت حسابها ورأيت موضعها وعرفت نتيجتها وما يترتب عليها. بهذا تكون وضعت نصب عيني الوقاية خير من العلاج. وقديما قالوا: بالمثال يتضح المقام. تعالوا بنا بعيدا عن هذا التوظيف إلى أمثلة من واقعنا العملي. القارئ الكريم تلا علينا من آخر سورة الحج قول الله تعالى: فاصفح الصفح الجميل. أخذ موضع الشاهد: فاصفح الصفح الجميل. الخطاب لمين؟ الخطاب لسيدنا النبي، والخطاب للأمة كلها في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. طب إيه فايدة الصفح الجميل؟ إيه فايدة الصفح؟ إيه فايدة العفو؟ إيه فايدة الحلم؟ إيه فايدة الصبر؟ لتتوقع به مشكلات عويصة من قسيم، مشكلات مستعصية، مشكلات لا رجعة فيها. نعم، بالحلم تبتعد عن مشكلات كثيرة. أحد يتعدى عليك، يسيء إليك، ينال منك، تقول له: بارك الله فيك، شكر الله لك، جزاك الله خيرا.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هو يغضبه. تقول له: عفى الله عنك، بارك الله فيك، شكر الله لك. هذا ليس ضعفا كما يظن كثير من الناس. انت عاقل، انت بتبص لبعيد، انت بتبص لبعد كده، انت تتوقع اللحظة لتتوقع ما يترتب عليها مما هو أعظم منها وأشد منها وأشرع منها، والأدلة على ذلك الواقع لا شيء. مشكلة تبدأ بسيطة بين جارين أو بين أخوين أو بين صديقين، فلا يتحمل أحدهما الآخر، بدون ما يعي يطلع اللي معاه ويضرب، بدون ما يعي يتعدى على اللي قدامه ويخلص عليه. هل هو بهذا قوي؟ أبدا. ده من الضعف بمكان، ده أضعف من الضعيف نفسه. هل هذا حل مشكلة؟ أبدا. ده وقع في مشكلة أكبر منها. واسألوا الناس هنا وهناك، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، عن المشكلات التي وقعوا فيها وكانت في بدايتها بسيطة، كم ممكن نصبر عليها، ممكن نتحملها. وليس التحمل وليس الصبر وليس الحلم ضعفا. اسمع إلى سيدنا جد الحسنين، سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول بعدما أرشده ربه قائلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يأتيه أعرابي فيه سفة وفيه خفة وفيه طيش، فيأخذ بمجامع ثوبه، يأخذ بتلابيبه، ويشد سيدنا النبي كده ويهزه، قل لي: مر لي يا محمد من هذا المال الذي عندك، فليس المال مالك ولا مال أبيك. بالله عليك لو حد عملها معاك انت هتسكت له؟ بالله عليك لو حد عملها مع والدك انت هتقف مكتوف الايدي؟ حد ما عملها مع كبير العيلة ولا العمدة ولا انت هتسكت؟ لن تسكت، لابد وان تأخذ موقفا. يقول سيدنا أنس: وكان رفيق سيدنا رسول الله، فنظرت إلى صفحة عنق النبي فوجدت الرداء أثر فيها، وإذا رسول الله يضحك، وإذا رسول الله يضحك ويقول له: ويقاد منك يا أعرابي، يعني مما عملت وديتك اللي أنت عايزه أخنؤك زي ما خنقتني؟ قال له: لا، لأنك تعفو وتصفح، لأنك تعفو وتصفح. الصفح والحلم والعفو خلق تتوقى به مشكلات لا حدود لها. وده باب واسع، باب آخر في العلاقات الأسرية في البيت مع زوجتك. اسألوا مشايخنا في لجان الفتوى، واسألوا مشايخنا في المساجد، ما أكثر الأسئلة التي تأتي. يقول أحدهم: طلقت امرأتي 3 طلقات. طيب ما الذي حملك على الطلاق؟ وأنا لي منها أولاد، بيت يتخرب، وأنا ما كنتش قاصد، وأنا 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 وأنا، ويظل يحكي لك موال طويل. تسأله عن أول طلقة تجدها صحيحة، وبعدها بسنة تانية طلقة تلاقيها صحيحة، وتسأله عن ثالث طلقة تلاقيها صحيحة. لا مخرج لك، لا مخرج لك. ولك: طب أنا عندي أولاد. طب أنا بيتي هيتخرب. ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ أنت حطيت في ذهنك خراب بيتك، تشرد أولادك، ذهاب زوجك، انت حطيت في ذهنك هذا الكلام؟ ما حطيتوش. ولذا دايما انصح ابنائي وكل المتزوجين، اقول لهم: بمجرد عقد الزواج اللي احنا عملنا له فرح
على يدي مأذون هذا العقد، كما أنك تحتفظ في القسيمة في درجك احتفظ معها بالطلقات الثلاث، حطهم مع بعض، فلا تأتي كلمة الطلاق على لسانك ما دمت في بيتك أبدا. طب ده أنت اتخانقت معاه، اتخانق معاه زي ما اتخانق مع صاحبك، زي ما اتخانق مع أخوك، زي ما اتخانق مع أي حد تاني. طب أنا زعقت، طب ما تزعق أنت، طب ما تحتملها زي ما احنا بنقول العفو قبل قليل. اعمل كل حاجة أو أي حاجة تنفس بها والأبواب كتير إلا الطلاق. ده احنا بنهزر مع بعض في الطلاق، ده احنا بنعزم على بعض في 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 مشروباتنا بالطلاق، يقول لك عليه كذا لتاكل، عليه كذا لتشرب، عليه كذا لتتفضل. ايه ده؟ ما هذا؟ لا، الطلاق ده لا يكون ولا تخرجه الا لما تطلع الاسيمه وقد استحالت العشره في بيتك مع زوجتك ورايح بها للمأذون اللي عقد لك العقد. تاخد معاك المعديه، تاخد معاك اللي انت حطيته الطلقات الثلاث، تطلع بيها عند المأذون. يعظك موعظة الطلاق، اتق الله، وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق. لا، استحالت العشرة وأهلها موجودين وأهلك موجودين وأقاموا الصلح، استنفذوا كل وسائل العلاج ولم يبقى أمامك إلا هذا الحل. ساعتها ترمي اليمين وتتفك المشكلة. لكن إحنا للأسف الشديد لا نتبع الوقاية خير من العلاج، لأنه ساعتها لا علاج، ساعتها لا علاج. آخر مثال في إشارة سريعة هو أعمالنا اللي إحنا بنعملها وجهودنا اللي إحنا بنعملها وأولادنا اللي بيذاكروا وأسبابنا اللي بنتخذها. اتخذ السبب اليوم، يذاكر اليوم، شد حيلك اليوم، واجتهد اليوم قبل أن تقع في مشكلة نومك وكسلك وتواكلك، ولا علاج ساعتها. ساعتها تتكفف الناس، ساعتها وانت كنت قبلها مرفوع الهامة بعدها. طب ما انت اللي لم تتبع سبيل الوقاية. الوقاية خير من العلاج، أسلوب حياة. الوقاية خير من العلاج، أسلوب حياة. ينبغي أن نضعه نصب أعيننا في كل تصرفاتنا وأعمالنا وأخلاقنا. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية في جامعة الأزهر الشريف على هذه الكلمة المباركة. ونحن في رحاب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. مدحك تبني عند حبيبي من عشاق المدح إلي، مدحك تبني عند حبيبي من عشاق المدح إلي، فهو الحب ومنه الحب ونحن نحب. قرا ليديه هو محبوبي هو مقلوبي هو معشوقي وكل ذوي، أنسي منه أكتب عنه، أنسي منه أكتب عنه، شكري إليه ولست أبي. قولوا معنا هو يسوع.
يسمعنا قولوا معنا هو يسمعنا قولوا معنا هو يسمعنا ويشجعنا نصلي حب النبي دواء روحي يشفيها حب النبي حب إن ضاق صدري إن ضاق صدري وكاد الصدر يقتلني واليأس وحزن النفس يشقيها فالقلب يهمسني أين الدواء لنا فالقلب يهمسني أين الدواء لنا فالنفس ظمأ ونار الشوق تكويها ترجو الصلاة على المختار تسعدها إن الصلاة على الهادي تداويها غدا 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 مع المصطفى غدا مع المصطفى لن سامت عبنا غدا مع المصطفى غدا مع المصطفى غدا مع المصطفى ننسى متاعبنا والروح من حوضه تروى ويسقينا والله إن مدى الأيام نعشقه حبا